إن شاء الله. طيب ده مستر بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي النهاردة قبل المباراة. الجانب الآخر بقى نادي الهلال السوداني الشقيق، والهلال واحد من الأندية العربية والأفريقية الكبيرة، نادي شعبي كبير. المدرب العام بتاعه دانيال خيمينيز أسباني، هو مساعد جواو موتا. هنشوف المدرب العام في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد قال إيه. Venimos de una derrota, pero orgullosos de nuestros jugadores. Creo que los fans pueden estar orgullosos de nosotros y esperemos hacer un buen trabajo y conseguir los tres puntos. نحن جديدين في بطولة الأفريقية الكبيرة ومباراة ما حتكون سهلة بالنسبة لنا. مباراة تعتقد أنها حتكون مباراة قوية و بالنسبة لنا بيقول إنه مباراتنا دي بكرة وإن شاء الله بصورة جيدة، وأتمنى إنه كل الملاعبين إنه المباراة هي تنافسية مع فريقنا. Personalmente considero que el que mañana haya la torcida no esté con nosotros es un mal para el fútbol en general. Específicamente para nosotros porque nos gustaría que estuvieran con nosotros, pero creo que es un daño al fútbol en general. Nosotros lo que haremos es luchar el doble, pelear el doble, para que desde fuera estén orgullosos de nosotros. بالنسبة لي أنا بعتقد إنه الجماهير وعدم وجود الجماهير في المباراة حقيقة أنا عرفت بيه متأخرا وعرفت بيه الناس، لكن الجماهير هي طعم المباريات، والجماهير هي مفترض إنه كرة القدم يكون فيها جماهير وهي المتعة بتاعة المباراة، المباريات متعة كرة القدم. عندما تحرم الجماهير من حضور المباريات بتحرمهم من المتعة، بتحرم اللعيبة ذاتهم من المسرح بتاعهم وظهورهم بصورة جيدة وممتازة، فدور الجماهير دور مهم. لكن بالنسبة لنا بفتكر انه بتعتبر لك مباراة زي كأنك بتلعب خارج الدائرة وبتلعب بصورة مباراة، يعني ما في التكافؤ بتاع كرة القدم فيها، لأنه بعض الفرق اللي لعبت في معنا في بداية المنافسة كانت بتشارك بجماهير والناس كانت بتشارك بجماهير. Según cómo se mire, nosotros tuvimos 14 corners ofensivos contra 2 defensivos, y si vieron el partido y vieron la repetición de algunas acciones, de algunas jugadas después del partido, nosotros conseguimos marcar un gol. Conseguimos marcar un gol, pero no sabemos por qué. El árbitro del partido decidió anularlo, pero el gol era totalmente legal, así que considero nosotros hicimos nuestro trabajo, pero el gol no subió al marcador. لو راجعت المباراة السابقة واللي حصلت فيها الأرقام دي كلها والموجودة تجد إنه الهلال استفاد من ضربات الثابتة، إنه عنده ضربة ثابتة طلع الخصم من داخل الضربة وعنده ضربة ثابتة أحرز منها هدف تعادل ملغي، ما بعرف السبب شنو اللي اتلغى به الهدف ده. فبالتالي إنه ضد الخصم وخارج أرضك عندك 14 ضربة ثابتة وعندك 2 ضدك، انت معناتها كنت لاعب باسلوب خارج اسلوب محدد على اساس انه تقدر تحقق النتيجه اللي عايز تحققها. Nosotros ya lo dijimos en el anterior partido que cualquier partido que vayamos a jugar en esa competición o en cualquier otra competición, la liga local, Champions League, cualquier partido oficial que vayamos a jugar, vamos a jugarlo de la misma manera. Tenemos nuestra identidad, tenemos nuestra manera de ver el fútbol, nuestra manera de trabajar. Y somos conscientes de lo grande que es un equipo como Al Ahly, somos muy conscientes, pero tenemos que jugar el partido, tenemos que ganar, porque al final esto es fútbol y los dos equipos empiezan con 0-0. Después, si con la ayuda de nuestro trabajo y con la ayuda de Dios, pues conseguiremos los tres puntos. بالنسبة لنا احنا كجهاز فني رؤيتنا دائما واضحة، أي مباراة رسمية سواء في البطولات الكبيرة كبطولات الأفريقية أو في الدوري أو في أي منافسة بطولة مباراة تنافسية، احنا بنقدم الشخصية بتاعت الهلال، شخصية الهلال طريقة لعب الهلال وبنقدم الهلال بطريقة نعرف تماما قيمة فريق الأهلي وإنه هو ثالث عالميا، لكن الهلال برضه هيلعب أي مباراة تنافسية هذا النظر هيلعبها بانه يفرض شخصيته ويفرض حاجاته، اي مباراه بتبدا 0-0 بعد ذلك لحد ختام المباراه بنعرف النتيجه بتاعتها بتصل النهائي. Bien,
siempre la falta de partidos, la falta de juegos es no un problema, pero sí que es algo que dificulta el trabajo. Pero aún así nosotros llevamos trabajando muchas semanas, diría que un par de meses, muy enfocados en el inicio de esta competición, de Champions League. Estamos trabajando muy duro. No queremos excusas de que si llevamos pocos partidos, muchos partidos oficiales, si tenemos ritmo competitivo o no lo tenemos. Nosotros vamos a afrontar el partido como si lleváramos media temporada jugada. Y después, respecto a Momo, claro está que es una falta para nosotros, lo vamos a notar, pero gracias a Dios tenemos muchos más jugadores que estoy convencido que están esperando por tener su oportunidad y van a darlo todo. Lo han demostrado durante los entrenamientos y lo van a dar todo como si se fueran otro más. Así que no, en eso no estamos preocupados para nada. أكيد أنت كفريق الهلال والجهاز الفني كان رؤيته واضحة، لأنه صح ما كان في مباريات تنافسية كثيرة، لكن كان عنده رؤية إعدادية واضحة بحيث أنه يعد الفريق لأنه قابل بمجابهات قوية في بطولة كبرى في أفريقيا. هذا عد الفريق بصورة لأنه يقدر يواجه بها المنافسات والمباريات المقابلة وبصورة ثانية. بالنسبة لمحمد عبد الرحمن ما موجود لاعب صحيح ممكن يشكل لنا لأنه كان بيعمل ضمن المنظومة ويأدي ضمن المنظومة السابقة، لكن الآن ما موجود في هذه المباراة، لكن عنده زملائه الحمد لله إنه عندنا عدة لعيبة عنده زملائه اللي منتظروا فرصة إنه مثلا يغيب دول على أساس إنه يعطوا ويقدموا أعطاهم أو يقدموا نفسهم برضه بصورة جيدة، وأفترض إنه حنشكل إنه مع زملائه حيأدوا الوظيفة إن شاء الله بصورة جيدة ممتازة. والله اللعيبة جاهزين نفسياً ومعنوياً، ما عندهم حاجة يفكروا فيها حاليا غير الكورة. أي زول يفكر في الكورة دي، لأن من ثلاثة يوم لأربع يوم الناس يفكروا كلها في الكورة، يزول يجهز نفسه نفسيا بياخذ إن شاء الله يعني نفسيا الموضوع ما عندها إن شاء الله.